ليان طفلة في الخامسة من عمرها تقطن في مديرية جبل حبشي بريف تعز، منذ سنوات تعاني من سوء التغذية كغيرها من الأطفال بسبب ميليشيا الحوثي الإرهابية، إلا أن مشروع مكافحة سوء التغذية التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كان مفتاح الفرج لها عبر عمل جلسات علاج متكررة لها لتتعافى من هذا المرض تدريجيا. كان في القرية أكثر من 20 حالة أو 30 حالة سوء تغذية، أشد سوء تغذية، والملك سلمان يعني علاجه فعال لهذه الحالات وتحسنت والحمد لله. كانت بنتي تعاني من سوء التغذية، وجاء فريق من الملك سلمان، والآن بنتي بدأت تتحسن، قابل تغذية وقابل علاجات فحوصات، والآن الحمد لله تحسنت. انتشار كبير لحالات سوء التغذية في عدة مناطق يمنية، وهو ما جعل المملكة تختار المشاريع الأكثر احتياجاً مثل هذا المشروع ليعمل طوال 9 أشهر، مشروع يعمل في غالبية المناطق المحررة في 9 محافظات من شرق اليمن إلى غربها، استفاد منه حوالي 800,000 مواطن. هذا المشروع مهم جداً، وكان يخدم مناطق صعبة الوصول بالنسبة لنا ومناطق ذات احتياج، كون المرافق الصحية بعيدة وخاصة في بعض المديريات مثل جبل حبشي مثل اسطلو وسامع، نتيجة تباعد المرافق الصحية عن الناس أو التجمعات ونتيجة الظروف الصعبة للناس، استطعنا إيصال هذه العيادة المتنقلة أن تصل للمناطق البعيدة. طواقم طبية تتنقل بشكل دائم من ريف إلى آخر في المناطق البعيدة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة على الرغم من صعوبة الطرق والإقبال، تأكيداً على مدى الاحتياج والمعاناة. بلال الصبري.